السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ميس إسراء مدرسة اللغة العربية من مدرسة طلائع الكمال الخاصة للغات. إن شاء الله النهاردة يا أولاد هناخد درس بعنوان أنواع الفعل للصف الثاني الابتدائي. بس قبل ما أعرف يا أولاد ما هي أنواع الفعل، عايزة أعرف ما هو الفعل. الفعل يا أولاد هو عبارة عن كلمة تدل على حدوث حدث بزمن معين، يعني كلمة تدل على حاجة حصلت أو حاجة بتحصل دلوقتي أو حاجة لسه هتحصل، سواء الحاجة دي أنا اللي عملتها أو شخص غيري هو اللي عملها. معايا أنواع الفعل؟ إيه يا أولاد أنواع الفعل؟ معايا ثلاث أنواع للفعل. النوع الأول فعل ماضي، النوع الثاني فعل مضارع، والنوع الثالث فعل أمر. يلا بينا نروح نشوف النوع الأول وهو الفعل الإيه؟ الماضي. إيه هو يا ولادي الفعل الماضي؟ هو حدث وقع في زمن معين وانتهى، يعني حاجة حصلت وخلصت خلاص، سواء الحاجة دي أنا اللي عملتها أو شخص غيري هو اللي عملها. نشوف الأمثلة اللي معانا بتقول إيه؟ الأمثلة بتقول زرع، كتبت، شربة، يعني دي أفعال خلاص حدثت وانتهت. يلا نروح بقى نشوف النوع الثاني وهو الفعل المضارع. ايه هو يا ولاد الفعل المضارع؟ هو حدث يحدث الآن، يعني حاجة بتحصل دلوقتي، سواء الحاجة دي أنا اللي بعملها أو شخص غيري برضه هو اللي بيعملها. زي ايه يا ولاد؟ نروح نشوف الأمثلة اللي معانا بتقول ايه؟ الأمثلة بتقول يزرع، تكتب، يشرب، يعني دي أفعال تحدث الآن، حاجات بتحصل دلوقتي. يلا بينا بقى نروح نشوف النوع الثالث وهو الفعل الأمر. إيه هو يا ولاد الفعل الأمر؟ هو إعطاء الأمر أو الطلب للقيام بفعل معين، يعني إيه؟ يعني إن شخص يأمرك أو يطلب منك القيام بحاجة معينة، او ان انت تعطي امر او طلب لشخص ان هو يقوم بعمل حاجة معينة. طب زي ايه؟ نشوف الامثلة اللي معانا بتقول ايه. بتقول ازرع، اكتبي، اشرب، يعني الافعال دي كلها يا ولاد بتشير الى الامر. طب زي ايه برضو؟ مثلا في البيت لما ماما تيجي تقول لنا ايه، ذاكر دروسك، هي هنا بتطلب منك ان انت تذاكر دروسك. تشرب اللبن، تطلب منك ان انت ايه، تشرب اللبن، او بتأمرك ان انت تشرب اللبن. فبالتالي دي كلها افعال امر. يبقى احنا كده يا ولاد عرفنا ثلاث انواع للفعل: فعل ماضي حدث وانتهى، فعل مضارع يحدث الان، وفعل امر هو اعطاء امر او طلب للقيام بحاجة معينة، يعني ان انت تؤمر انك تقوم بحاجة معينة. يلا نروح نشوف ايه التدريبات اللي معانا. التدريب الاول بيقول ايه؟ بيقول ضع دائرة حول الفعل المضارع وخطا تحت الفعل الماضي وخطين تحت الفعل الامر. يعني ايه؟ يعني الفعل المضارع حط حوالي دائرة، والفعل الماضي تحته خط، والفعل الامر احط تحته خطين. الجملة الاولى بتقول اكلت البنت، يعني هي دلوقتي البنت خلصت اكل ولا لسه بتاكل، ولا انا بامرها ان هي تاكل. يلا نروح نشوف الجمله الثانيه بتقول ايه. يذاكر الولد دروسه، هو الولد هنا خلاص يا اولاد خلص المذاكره بتاعته، ولا لسه بيذاكر، ولا انا بامره ان هو يذاكر. الجمله الثالثه بتقول اقرا الدرس، هي دلوقتي الفعل هنا خلاص هو خلص قراءه، ولا لسه بيقرأ دلوقتي، ولا انا بأمره ان هو يقرأ. ده بالنسبة للتدريب الاول. يلا بينا نروح نشوف التدريب الثاني بيقول ايه. اختر الفعل المناسب مما بين القوسين، يعني هنختار الفعل المناسب للجملة. الجملة الاولى اللي معايا بتقول ايه، التلميذ الى المدرسة بالامس. طب هنختار ايه يا اولاد؟ هنختار يذهب ولا ذهب؟ هنقول يذهب التلميذ الى المدرسة بالامس، ولا ذهب التلميذ الى المدرسة بالامس؟ تعالوا بقى نشوف الجملة اللي وراها، البنت الحلوة. يا ترى يا اولاد هنختار ايه، اكلت ولا اكل؟ هنقول اكلت البنت الحلوة ولا اكل البنت الحلوة. يلا نروح الجملة اللي وراها،
اخر جملة معانا بتقول الولد الكرة الان. هنقول لعب الولد الكرة الان ولا يلعب الولد الكرة الان؟ هيا سنة تانية، ده درس انواع الفعل، ولكم مني جزيل الشكر.